يعدي ممتاز تدرج بالكره من جانب فريق لانسر. احمد موسى يوسع وعدت على الجميع. جول 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 الياباني الياباني اوكازاكي. منه البلوز يعاني منه البلوز يعاني. نارية هذه البداية. بطل انجلترا يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام بهفوات دفاعية قاتلة من دفاع البلوز. لا بيكوفيتش ولا كاري كان ولا دافيد لويز، الكل في مهب الرياح. وليستر سيتي بكامل النجاح. شوف الكرة دربك بلبلة. دافيد لويز يتبرج، كاري كين ضاع في الطريق، بيكوفيتش جريح، وليستر سيتي بالرأسية اليابانية يأخذ الأسبقية. إذن أول سيناريو في المباراة بالألوان الزرقاء، الموج الأزرق لليستر سيتي يكتسح. تابع من بيدرا، لكن هفوا منه أندي أندي رايا. جول الثاني وكالعادة من الياباني اوكازاكا. منه تشيلسي يعاني. الياباني الياباني يحقق الأماني بهفوة قاتلة من بيدرو رودريغيز. هفوات دفاعية فردية للبلوز تعجب الهدف الثاني للفوكسز. الثعالب يأكلون البلوز في الكينج باور ستاديوم. روعة الأداء الياباني. يغالط الحارس البوسني بيغوفيتش. عسمير يتفرج. اثنين بلاش للموج الأزرق في الكينج باور بيف. بيدرا جول جول جاري كايل. جاري كايل ودافيد لويز ثنائي محور الدفاع لفريق البلوز يذلل الفارق. هذه هي الكرة، كرة دخلت بتبيع حد هدف يحتسب لجاري كايل بعد الخط النهائي للمرمى. واستماتة كذلك من دافيد لويز. إذا فريق تشيلسي مشاهدينا الكرام يرجع في المباراة للإثارة للتشويق في وقت بدل ضايع من هذا الشوط الأول. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم روبرت مازلي على نهاية الشوط الأول بأسبقية للفوكس لايستر سيتي بهدفين لهدف، هدفان للياباني شينجي اوكازاكي وهدف للبلوز تشيلسي بتوقيع قلب الدفاع الدوري الانجليزي غاري كايل. التمهيد فيكتور موزيس سيس فابريغاس اللي حاضر غريبه التسويب. جول رائعه رائعه من اسبيريزويتا. هدف اسباني 100%. سيس فابريغاس في البداية، أسبيليكويتا في النهاية. روعة التمهيد من أسبيليكويتا. التسويب على طول وكرة في الشباك جابها له أسبيليكويتا حتى له. يعود بلوز تشيلسي من بعيد. هدف من أجمل ما يكون، هدف فيه كثير من الفنون. كلاوديو رانييري الآن سيستنجد بالعيارات الثقيلة، وأعني كل من رياض محرز وجيمي فاردي. فرحة أنطونيو كونتي عودة